بعدما تم تغيير مكان العزاء من منزله بقرية الضبعية لمسجد الدوحة، وتم تزيين جدران الساحة المحيطة بالمسجد بعالم مصر. الأبنودي تم دفنه بالأمس بمقابر منطقة جبل مريم بحضور عدد كبير من القيادة الشعبية والتنفيذية والأدباء والفنانين وأهالي الإسماعيلية. الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي ولد عام 1939 في قرية أبنود بمحافظة قنا بصعيد مصر. هو بمثابة شاعر وطن وصوت أمة، تغنى بأشعاره أبرز مطربي هذا الوطن وفنانيه. التقرير التالي والذي أعدته الزميلة شيرين مجدي يوضح المزيد. مرة وروني صورتك في الجورنال، قلت كبر عبد الرحمن، أمال أنا على كده مت بقالي 100 حول. والله خايفة يا وليد القعدة للطول. مات الشيخ محمود، وماتت فاطمة بجنديل، واتباع كرمة بغبان، وانا لسه حية وباين لسه ححية كمان وكمان. ومات عبد الرحمن، رحل مزيج الصراحة الشديدة والغموض الجميل، غاية التعقيد وقمة البساطة، ثقافة المفكرين وطيبة البسطاء، السهل الممتنع الخال. هو يعني جنون العيل ما يدوكش الكسوة غير في العيد، امال كيف العيل هيحس بابوه جنبه اذا كان الاب بعيد؟ على بعد 700 كيلو متر من القاهرة ولد ابن الشيخ محمود الأبنودي عام 1939 في أسرة فقيرة عاشت في قرية أبنود بقنا. تغير حال الأبنودي بعد سفره إلى مدينة قنا، هناك انجذب أذناه لأغاني السيرة الهلالية التي جمعها على مدار 25 عاما. بمن خصصتها بالفضل عن النساء مع ابنها روح القدس. ولما كان شابا فتيا شد رحاله للعاصمة مع صديقيه الشاعر أمل دنقل والأديب يحيى الطاهر، وهنا ذاع صيته. كتب أكثر من 700 أغنية لكبار المطربين، تجده مرة وطنيا يبكي عيني حليم. عدى النهار والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر، وعشان ندوه السكة شالت من ليالينا القمر. ومرة عاطفيا حنونا، حبيبي حبيبي يا ابن حبيبي عليك أحلى ابتسامة لما بتضحك عيونك بقول يا السلامة. ومرة أخرى ابن البلد، صياد ورحت أصطاد صادوني عدوية. الخال الذي سلكت معه القصيدة العامية طريقا مختلفا، نشر أول دواوينه الشعرية الأرض والعيال قبل حصوله على ليسانس الأداب من جامعة القاهرة بعشرين عاما. بزغ نجمه في دواوين مسموعة أخرى أشهرها بعد التحية والسلام والزحمة. الخال كتاب مفتوح تقرأه في ديوانه أيام الحلوة، بين قصص ومواقف في سيرته الذاتية والتي نشرت في حلقات إسبوعية بجريدة الأهرام. كتب الأبنودي حوار في المي، شيء من الخوف والطوق والإسورة، وأغاني مسلسلات ارتبطت معنا ولا نزال نتذكرها حتى يومنا هذا. أنا ما فرحت إلا بك، ولا بكيت إلا وكل الكون بك، وحياتي مشوار الرحيل منك لك، يا طيبة يا أسية القلب في سكتك حتى العذاب يتحب. ابحث في ذاكرتك وذاكرة وطنك، تجد تميمة الثورات المصرية. الأبنودي مغنيا بعد نكسة ضربت البلاد، ملهما لثورة دافعت عن الحق. والثورة لسه سيرة ما كفت، رساميل في سوق الدم ما كفت، دمي تملي وراه بيتلفت، الدم عايشنا
وعايشينه ودايما قتلنا اللي احنا قتلينه. الأب الحنون لابنتين هو زوج المذيعة نهال كمال التي أكملت معه رحلة كفاحه الطويلة. دايما يحب يتقال إن هو الشاعر عبد الرحمن الأبنودي مش مؤلف الأغاني عبد الرحمن الأبنودي. أول شعراء العامية الفائزين بجائزة الدولة التقديرية قبل 14 عاما. حصل أيضا على جائزة محمود درويش للإبداع العربي العام الماضي. ساكن الوطن وصاحب الكلمة الحرة أغمض عينيه في سبات عميق بعد صراع عنيد مع المرض. رحلة استغرقت 76 عاما، لكنك يا خال محال أن تنسى. ما أجمل نوم على كتوف أصحابك، تنظر صادقك من كدابك، تبحث عن صاحب أنبى الوش في الزمن الغش، والرؤية قصادي اتسعت. بصيت وحاسد نفسي بين خلاني، تعالوا شوفوا الدنيا من مكاني. شيرين مجدي، النهار اليوم.